السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم إن شاء الله سنتحدث فيه عن ماذا أقوم بفعله عندما يدخل طائري في مرحلة القلق أو تغيير الرجل. هناك خطوات مهمة يجب اتخاذها، فمثلا يجب تغيير النظام الغذائي، وسوف أقوم بمناقشة هذا في القسم التالي. وضع الطائر في بيئة هادئة وخالية من التوتر، ومن الأفضل إبعاد الحيوانات كالكلاب أو القطط، فهذا يخيف الطائر. وضع حمام للطيور يوميا إن أمكن، وإن لم يمكن فيمكن وضع يوم نعم ويوم لا، تقريبا 3 مرات في الأسبوع. تعرض الطائر لأشعة الشمس عند الصباح وعند الغروب بفترة لا تكثر عن 5 مرات. ومن الأفضل أن يجهز الطير في الشمس عند الساعة من الساعة 10 إلى الساعة 4، لأن الشمس تكون حارة ويمكن أن تعرض الطير لصدمة أو أن تقشو الطير لا قدر الله. الآن سنتطرق إلى ماذا أقدم من الغذاء أثناء تبديل الريش للطيور. وهذا الفيديو وهذا النظام يمكن أن تعطيه لجميع الطيور، كالكناري والحسون والزيبرا، مثلا الزيبرا او البادي. فنحتاج للطيور الى قدر اكبر من المعادن والفيتامينات والبروتينات خلال مرحلة تبديل الريش، لاتمامها بالنجاح والحصول على ريش ذو جودة عالية وذو لون براق جدا. على العكس من ذلك، حصر الغذاء الطيور على البذور فقط والفشل في تقديم نظام غذائي غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن يؤدي الى مشاكل في نمو الريش ويؤثر على جودته. لانه من الافضل ان تقوم بتنويع ذلك للطيور، لان التنويع لان كل فاكهه وبها فيتامينات مختلفه عن الاخرى. فبعض المربين اعرفهم فانهم يقومون فقط بوضع البذور والماء فقط للطيور، سواء في مرحلة التبديل أو في مرحلة العادية لا يوجد أي تبديل، فهذا يضرب الطير. وعند ملاحظة أن الريش لا ينمو بشكل جيد ويظهر غير قوي وهش وألوانه باهجة وغير جيدة خلال تبديل الريش، أو ملاحظة أن الطير يأخر في الخروج من هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة تقوم عندما يخرج فصل الصيف، فإن الطير يكون قد أكمل تبديل الريش، فإنها تأتي في فصل الصيف. على سبيل المثال، تشير بعض الدراسات إلى عندما لا يوجد ريش، فبعض الدراسات تقول أنه يوجد نقص في معدن اليود قد يؤجل عملية القلق وقد يسبب خلل في نمو الريش. وهذا يعني أنه بعض المربين لا يدعون مادة اليود والتي هي توجد بالملح، ولكن نحن لا نضع الملح للطيور، فنضع له بعض الخضر التي تحتوي على اليود، مثلا كالقزبر أو البقدان والفوي يحتوي على الكثير من اليود. نقص في الأحماض الأمينية ومصدرها البروتينات ويستطيع أن يسبب قلق دائم. فهذا عندما لا تقوم بوضع الأحماض الأمينية، فبعض الطيور لا تخرج من مرحلة القلق، تبقى صلعة. وأغلبية من مكونات الريش تتكون من البروتينات، تقريبا 88% من الطيور من الريش. فأنا كما أقول يجب التنويع للطيور. مرة يمكن أن تعطي لهم البيض، فهو جيد جدا، فهو يحتوي على بروتين، ولكننا أفضل أن لا تعطي لهم صفار البيض في الصيف، لأنه يقوم بتسخين الطير، ونحن في الصيف لا نريد أن نغسل الطير. وهذا ما كان في هذا الفيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.